بعدنا معكم مستمعينا بهدى وهن من بانوراما، يعني فترة غدا والإعلانات بتحكي عن الأكل، ومواضيعنا اليوم هيك إلها علاقة بالأكل وإلها علاقة بالأشياء الطيبة. وقفتنا التالي هي عن منطقة بالمملكة العربية السعودية، بتعرفوا فقراتنا اليوم عن البيئة، وعنا دايما فقرة استكشافية لمدن ومناطق المملكة. رح نتعرف اليوم على أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وهي محافظة القنفدة. خليني رحب بضيفنا الموجود معنا على الهواء مباشرة، المرشد السياحي بالمحافظة الأستاذ علي السيد. أستاذ علي، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بالمستمعين الكرام، يا مرحبا مليون، يسعد نهارك. خلينا بداية نحكي عن محافظة القنفدة، شو الأشياء اللي بتشتهر فيها؟ بشو بتتميز عن باقي مناطق المملكة؟ القنفدة تشتهر صراحة سياحيا، تشتهر بتنوع التضاريس في محافظة القنفدة، الجبال، المحافظات الجبلية، المحافظات الساحلية، تتميز أيضا بالسواحل الساحلية والجزر السياحية. الشواطئ تتميز، تشتهر القنفدة بميراث شعبي خاص فيها، يعني كالرقصات الشعبية، الزواجات، أو هذه تعطي طابع سياحي كبير للمحافظة. نعم. والضيافة وكرم أهل المحافظة يعني تتميز بالكرم، هي بكل نعم كرم أهل المحافظة. نعم. طب ليه سميت بهذا الاسم القنفدة؟ سبب التسمية يعني في اختلافات كثير، لكن الأرجح إنه حسب رواية كبار السن منذ مئات السنين، إن أول من سكنها امرأة اسمها القنفدة وزوجها البندر، فعلى هذه كأنه كان اسمها البندر وتحولت إلى القنفدة على هذا الأساس يعني. نعم نعم. طيب حكيت إنه بتتميز بأماكن تراثية، بتتميز بشواطئ، بتتميز بعادات بتقاليد، خصوصا بالأفراح وبحفلاتها وإلى آخره. خلينا بداية نبلش بالأماكن التراثية اللي بتتميز فيها، شو هي؟ في أماكن تراثية في المحافظة، يعني تميز المحافظة منها قرية عشم شرق المحافظة، شرق مركز المضيلف. نعم. يعني شرق مركز المضيلف ومستريح على جهة نهوان زي كذا، في قرية اسمها قرية عشم الأدرية. نعم. واللي هو على طريق الحج القديم موقعها. نعم. في عندنا معلم برضو تراثي اللي هو اسم الطاحونة. نعم. الطاحونة استخدمت قديما في تخزين الحبوب وطحن الحبوب والذرة. نعم. واستخدمت أيضا في تخزين المواد البترولية كالبنزين والديزل وال... نعم. أيضا يوجد على شواطئ المحافظة في الكورنيش الغربي آثار سفن غارقة أثناء الحرب العثمانية، بعدها موجودة، بعدها موجودة، وفي أحياء وفي بعض السفن هيئة السياحة يعني سوت انتشار لهذه السفن بشراكة مع عدة جهات حكومية. نعم. طب قلت لي كمان فيها بعض الجزر البحرية. نعم. شو أهم شواطئ فيها وأهم الجزر البحرية فيها؟ أهم الجزر فيها عندك أكبر جزيرة اللي كانت مأهولة بالسكان، اللي هي جزيرة جبل الصبايا. نعم. جبل الصبايا؟ نعم، جزيرة جبل الصبايا من الجزر الخصبة اللي كانت مأهولة بالسكان، ويوجد بها آثار مباني وأرض خصبة صالحة للزراعة. نعم. أيضاً. نعم. في سياح بيقصدوا هيدي المنطقة، يعني قدي العدد بيكون؟ تقبل محافظة القنفدة الآن في الفترة الحالية في السنوات هذه اللي مرت إقبال كبير من قبل السياح والزوار من جميع الأنحاء لما تمتاز به شواطئها النظيفة والساحلية. نعم. أكثر ما يقصد بها، يقصد بمحبي الصيد والسباحة. نعم. والغوص، هل أكثر اللي يقصدها الكثير من الزوار.
نعم. طب نحن كنا من قبل حضرتك عم نحكي عن الرز الحساوي ومنطقة الإحساء مشهورة بتمورها وبالرز الموجود فيها. القنفذة فيما يتعلق بالأكل بالطعام بالمنتجات الزراعية وإلى آخره، بشو بتتميز؟ في شيء خاص فيها؟ تتميز بالمواسم في زراعة الدخن والحب. نعم. تتميز أيضا يعني بالأكل بالحنيد. نعم. المندي، هذه يعني الرز واللحم في الملائم الزواجات. طبعا معروف على كل مستوى المملكة، لكن في أكلات طبخات معينة تمتاز بها محافظة القنفذة اللي هو الحنيد. نعم. وأيضا الحنيد شو هو؟ أنا ما بعرفه، أكيد في كتير مستمعين بيعرفوا شو الحنيد. الحنيد لما تحط في حفرة حفرة المندي والمرخ، المرخ هذا يعطي طعم للحم جميل جدا. نعم. من شو شايفي أكثر من مرة هيك شيء على نعم. إنستغرام أو بتنتشر فيديوهات، ولكن هلأ صرنا نعرف شو هو. طب نعم. شو المشاريع المستقبلية بهالمنطقة اللي عم بيتم العمل عليها حاليا؟ حاليا القنفذة مقبلة على تنمية مشاريع كبيرة من مولات ومجمعات تجارية وترفيهية في المحافظة. نعم. القنفذة يعني صراحة في تطور أكثر وأكثر، ومشاريع تسجل في الغائمة. نعم. بإذن الله. إن شاء الله. طب شو الأشياء اللي هلأ ناقصها أنت كمرشد سياحي بتحس أنه بعد ناقصة حتى تصير فعلا مقصد سياحي متكامل؟ المطار. المطار. أبعد مطار عنها قدي بده تحت توصل للقنفذة؟ أبعد مطار تقريبا أقرب ليش عم بسأل عن الأبعد؟ أقرب مطار تقريبا 250 كيلو و300 كيلو. نعم. الباحة. نعم. أقرب مطار. في كلمة بنهاية هاللقاء بدك توجهها لكل مستمعين؟ لكل كلمتي، أولا أشكركم جدا على الاستضافة الجميلة هذه. لدينا طموحات كبيرة في القنفذة، إن شاء الله قريبا تتحقق. إن شاء هذه المدينة القادمة تتحقق فيها مشاريع بإذن الله قريبا، اللي هو مشروع المطار وسكة القطار والاستثمار في الواجهة البحرية. نعم. إذا عرفنا أن القنفذة تمتد لأكثر من 160 كيلومتر. نعم. وأطول واجهة بحرية على مستوى المملكة. نعم. ابتداء من مركز المفيلس ومركز دوقة إلى مركز يعني محافظة القنفذة، مركز القوز. تتميز المحافظة أحيانا في الآن في عندنا سياحة تهتم بالسياحة الريفية. نعم. اللي هي المزارع النموذجية، الآن عندنا مزارع نموذجية فيها السكن، فيها كل ما تجده في المحافظة. وعندنا أكبر المزارع اللي تزرع منتجات معينة، مثل منتجات شجرة المانجو، شجرة كل مزرعة مختصة بشيء معين. نعم نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي السيد على هذه المعلومات، ويعطيك ألف عافية. شكرا. الله يعافيك وشكرا لك. شكرا. إذا مستمعينا، كان معنا المرشد السياحي بمحافظة القنفذة الأستاذ علي السيد. خلينا ننتقل لفاصل ونرجع.